for the capacitor network shown in figure. طالب بيقول لي البوتنشال ديفرنس اكروس اي بي، يعني اي بي سواء كده او كده، سواء على 35 نانو فاراد او ال 75 نانو فاراد، نفس البوتنشال ديفرنس 220 فولت. بيقول لي فايند، عايز التوتال تشارج ستورد ان ذا نتورك. توتال تشارج يعني اجيب الكاباسيتنس الكليه وعندي الفولت. طب الكاباسيتنس الكليه اللي هي او السي توتال، الاتنين دول البارالل هجمعهم، يبقى 35 نانو زائد 75 نانو بتساوي 110 نانو فراد. هو عايز الشحنة الكلية، يبقى أقول السي توتال في الفي اي بي، يبقى هضرب 110 نانو في 220 فولت، يبقى طبعا في 10 أس سالب 9 عشان نانو، يبقى 24.2 في 10 أس 3 النانو 10 أس سالب 9، يبقى مايكرو كولوم. عايز كمان لتشارج اون ايتش كاباستور، نفس القانون، عايز لتشارج على ال 35 ولتشارج على ال 75، يبقى 35 في 220 فولت وهنا 75، طبعا مجموع الاتنين لازم يطلع ده، اضرب 35 في 220 طلع 7.7 مايكرو كولوم، طبعا ضربت هنا في 10 سالب 9، و75 في 220 طلع 16.5 أس 3، يعني نخليها مايكرو كولوم. لاحظ كده لو جمعنا الاتنين دول يطلع لازم نفس الرقم ده. البارت سي عايز التوتال انرجي ستورد ان ذا نتورك، هو اليو اللي هو التوتال انرجي او البوتنشال انرجي بتساوي نص في السي توتال، طالما توتال في الفي اي بي سكوير او الفي توتال سكوير، يعني الرقم ده 110 نانو الفولت 220 تربيع، يبقى هقول كده 110 10 سالب 9 في 220 تربيع، فطلع 5.32 في 10 سالب 3، يعني ملي جول. ده البارت سي. في البارت دي عايز الانرجي ستورد ان ايتش كاباستور اللي مجموعهم هيطلع نفس الرقم ده، تعالوا نحسبهم. ادي اليو 35 مره واليو 75، اليو 35 هيكون 35 نانو نص الاول في 220 تربيع، هنا نص في 75 220 تربيع، 17.5 في 220 تربيع، فطلع 110 يمكن كان غلط، نص في 110 في 22 تربيع، طلع 2.66 في 10 أس 6 في 10 أس سالب 9، يعني 2.66 ملي جول. هنا بقى نص في 35 في 220 تربيع هيطلع 3، يبقى 0.84
فور سبن ملي جول، وهنا نص في 75 في 220 تربيع 1.815 ملي جول. عشان نتأكد اجمع الاتنين دول لازم يطلع نفس الجواب ده. آخر بارت بيقول عايز البوتنشال ديفرنس اكروس اتش كاباستور، طبعا الاتنين زي بعض لأن ان بارلل، فيبقى ال V 35 يساوي ال V 75 يساوي ال V AB اللي هو مديهولنا 220 فولت.